450. السلام عليكم اخوان واخواتي، مرحبا بكم في فيديو جديد من سوق قيصر بتاريخ 12/2/2021. غنبداو اخوان بجزائر، قلت لي 2 و 50 2 و 50 22,500. قول لنا شويه على الجزائر كذا. السلام عليكم. ها كيداير بخير؟ الحم زعما شحال غيطلع واحد الحم؟ 11,060. 11,060 مرضي بخير؟ الله يحفظك، الله يبارك. انتم اخوان شهر ولي اللحم غيطلع ب 1060 11، الله يسخر لنا الجبن تيسير. اللهم بارك. يلا الجبن تيسير يا اخوان. ايوا تبارك الله عليكم، نتمنوا نعطيكم دائما المزيد. ايوا الله يسخر الجميع اخوان، دائما اخوان نبغيو اللايك باش الفيديو يطلع شويه. تبارك الله عليكم، نهاركم مبروك، تحياتي. تمن ديال الخير ديال البلجيكيين 820 عاطين 820 بحال 2 و10 في واحد 2 و10 2 و10 اخوان 20,500 درهم الثمن ديال البلجيكيين زوينين. اللهم بارك وسخر له لاح. اللهم بارك، الله يكمل عليهم بخير، الله يتمنى يبيعون بالرباح ان شاء الله. 820 2 و10 في الواحد 20,500. السلام عليكم بخير. الله يسخر لهم الاخوان، تبارك الله. انتم كما تشوفوا السلعه زوينه داخله هنا اليوم في سوق قيصر. شحال طيبتهم؟ شحال ولا هات هات هات، وهذا كيعرف اللحم ويعرف كل شيء. واش درت دابا علاش تشري هذاك الثمن ديالو؟ بشحال شحال طيب؟ 11. لا هذوك بشحال تساوي؟ 3. هذوك انت دابا تساوي 4 مليون ونص. 4 مليون ونص يا اخوان. 45,000 درهم، 45,000 درهم هما كبير. 45,000 درهم نضيف خلينا كزير يا سي اخوان. لا حاس الله يكمل مالين بخير. ايوا انتم شوف 4 مليون ونص. لا الله يسخر الجميع اخوان، شوف زوينات الله يسخر. الثمن ديال هاد الخيرات ديالي من هنا 20,000 درهم. 20,000 درهم ودوك الزوجات 15,000 درهم بيناتهم ولا من لا كل وحده بوحدها. وحده بمليون ونص، الاخرى هذه بجنيه، هذه بمليون ونص، الاخرى بمليون. انا غادي ندوز نشوف هذه 2 مليون اخوان. 20,000 درهم تروبا مريحه بحال العجب. الله يسخر الله يمازح عليك تيسر مريحه. هذه 5 مليون ونص هي مديره، نسحبها غير مديره. لاباس خاطري. وهادي 10,000 درهم، وهي 10,000 اخوان 15,000 درهم، وهادي 20,000 درهم. الله يسخر الجميع، تبارك الله ملاحة. الله يسخرنا يا اخوان. هلا وياك سمان. هذا وياك اخو هذا سمان ولا كسابي زين. والثمن السامعي 500 جوج. هنا دراهم ارجعت 2 مليون. 500,000 اخوان 2 مليون ونص. ها هو الحمق، راهم كبار اخوان. 2 مليون ونص.
مليون وخمسين في واحد الله يسخر لي من جبتيس 12500 درهم في واحد خود راج كسابين اخو كسابين اي تمام هادي تمام قال تسول والله صغير كي اللي باغي يشري صاحبي يعرف العثمين كي راه 300 ديال الفلوس مليون ونص مليون ونص يلا دابا قطواني نعليم وقال لي مليون و50 لا ماشي شي بهذا الشيء صاحبي ياك دابا هذا بلجيكي هذا بلجيكي بلجيكي حري عندك اخويا رد بالك رد بالك شويه عليك بشويه كي نطحو عنده 15000 درهم في الواحد نجيبو اسخر لي نجيبو تصور علينا واه موتين نمر بنتاعو يا صبور يا صبور هذا مليون و 86 14300 درهم اخوان ها هو الثمن بلجيكي الله يسخر مالي 14000 الله يجيب لي التيس 14300 الله يبارك الله يسخر بزاف يا اخوان عطينا الله يرحم الوالدين المعلومه شو عزل بلجيكي نزل بلجيكي البقرة كي دايره في السنة سداسي سداسي والثمن الله يرحم الوالدين اسمح لينا اسمح لينا البرد 72 شحال؟ بجملين 72 جوج ملايين 72 اخوان تبارك الله زوينة الله يسخر لي فيها غادي تكسبها ان شاء الله ان شاء الله اخويا الله يجيب فيها الرباح وبالنسبة للحليب موجود الحليب موجود يلاه خدناه يلاه خديته ان شاء الله غادي يكون فيها الحليب باغي يكون فيها ان شاء الله الحليب زوينة صاحب عزيز الله يسخر لي الله يجيب لي التيسير تبارك داسية 2,000,000 و 72 23,600 درهم الله يجيب لهم التيسير الرباح جوج هي هذيك 23,600 الله يجيب خويا الرباح فيها ان شاء الله والتيسير والرزق زوينه كتحلم مزيان والد عجية زوين الله يكمل عليها الاخوان ايه الله يجيب لي التيسير راه ديال رزوين لي باو الله يكمل علم الدراري الله يجيب لكم التيسير الدراري الله يسخر لكم تبارك الله الاخوان تبارك الله شحال خارج السيد البلجيكي ها ثمانو 5,000,010 مليون عشرة زوين زوين اخوان في تصور باش تبان فيه تفضل وكي داير السوق اليوم في كسابي السوق اخوان اليوم ضايع شويه السوق انت غير الثمن؟ لا ما كاينش الثمن اليوم ياك؟ السوق داير سمين بزاف اليوم سمين داير مزيان مليون وعشرة راه زوينة اخوان انتم بلجيكي بلجيكي مازال يديه يتهلا فيه ان شاء الله يوكلوا ايه وغادي يتهلا فيه وهذيك السلعه يجيبوا التور ان شاء الله نتمنوا في الزيفو ان شاء الله نكونوا هنايا تشدوا عليه الله يحفظك يلا الله يجيب لكم التيسير تبارك الله عليكم قلت لي السوق الثمن هابط شويه هابط شويه الثمن اليوم مرفق مرفق القضيه يا اخوان انتم كما سمعتوا في لا في كسابي ولا في كل شيء كل شيء كسابي كزاري كل شيء الكزاري شويه تمحل كزاري كسابي المحن ولكن دابا الماكله شويه الماكله الماكله باقا طالعه الدايره 77 غنجيو لكم انتم اخوان مازال العلف مازال غالي شويه 32 3,100 اي غالي اخويا العلف غالي والله يجيب لك تيسير ان شاء الله يجيب لك ربي الرباح في هذا الخير هذا اللي خديتي الله يسخر السابع اخوان مليون و10 الله يسخر وحبيبي تيسير الله يجيب لك ها اللي بغا 380 سنه كي دايره في السنه تسي خرج وكل تبي تروج لهاد ولد عجلة ولد عجلة 8 مليون قل 20 19000 بنت هربان غنشوف على بنتها باش نعطيكم الصورة خذ رجعها طيب انت يا اخوان طيب انت يا هادي يا الصغيره اللي هنايا الله يسخر لهم الله يجيب لهم التيسير يا اخوان
زوينه الله يبارك طالياني واش ولد اجل داز كدير خصنا خويا جا شنو اخو ثمنه شنو نستاهل على حتى عطينا 62 62 وحليب شحال كتحلى والله ما جبت لك انا والله ما كان بابنا مع الحليب ولا ما تدوس على الحليب هو المهم انت كتبيع صافي اللي خير لك لازم تسير الحليب غادي يكون موجود على الشوارع 63 23 زوينة اللي غير بدا في تويتر لا خير اللهم ها درهم اللي الله يسخر لي 23000 درهم اللي سعرها مازال باغي نكثر الله يسخر لي الاخوان نتمنى الفيديو يعجبكم دائما معكم جديد الله يسخر Hey.